شوفه كل ما ضهد تبصر به عيون العمايا ويشفى به المتلف الميهود. عساهم بخير وهنايا يحفظهم الخالق المعبود. عساهم بخير وهنايا يحفظهم الخالق المعبود. من الفرح رفت سرايا ودنت بريس الظفره العود. خب عطايا الله سوايا وضوى مدينة زايد قصود. دار الكرام وأهل العطايا وضيف الكريم المد والجود. واستبشر بغل الهدايا في محفل يذهب للعشود. من الفرح رفت سرايا ودنت بريس الظفره العود. خب سوايا وضوى المدينة زايد قصود. دار الكرام وأهل العطايا وضيف كريم المد والجود. واستبشرين بغر الهدايا في محفل يذهب الحشود. تحضن بترحيب وحفايا ومبشرات جود من الجود. في ظل صافين النوايا من عقب زايد زادها الزود. اكسر صحاريها العرايا بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام نتواصل مع حضراتكم مع تواصل هذه التحديات والانطلاقات. أعلنت منذ لحظات انطلاقة ثامن الأشواط وهو الخاص بفئة القعدان اللقاية المهجنات الأصايل مسافة 4 كيلومترات. الحاضرة معنا في صباح هذا اليوم في مهرجان الظفرة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. لنسير مباشرة إلى المقدمة إلى الصدارة إلى الانطلاق الأول وإلى التحديات الأولى. مشاهدينا متابعينا الكرام وهنالك على المركز الأول الحاكم للسيد سعيد بن سهيل بن سالم الخيالي من يقدم لنا الحاكم على المركز الأول. المركز الثاني غصاب القادم بشعار ساري بن بنوش بن براك المزروعي من يقدم لنا انطلاقة غصاب من يحضر على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام الوصول في هذه اللحظات والانطلاق مع مبلش حمدان بن مبارك بن عبيد الشامسي. والمركز الرابع ربدان لسيد خميس بن عيسى بن الشدي المنصوري من يقدم لنا انطلاقة ربدان من بدأ يتسلل من مركز إلى مركز. بينما المركز الخامس مستحيل القادم بشعار محمد بن سالم بن حبروت الكتبي من يقدم لنا مستحيل على خامس المراكز. والمركز السادس مشاهدينا متابعينا الكرام القادم في هذه اللحظات بشعار أحمد بن محمد بن صالح بن محمد العويسي قادم في هذه اللحظات مع انطلاقة متعب من يتواجد على المركز السادس. المركز السابع مردف للسيد هزاع بن غاصب بن محمد البرطماني ابناء السلطنة القادمين بهذه التحديات المميزة والواضحة. على المركز الثامن بدر بن علي بن حمود العويسي من يقدم لنا الواضح. والمركز التاسع مشاهدينا متابعينا الكرام يتواجد شاهين سيد علي بن راشد بن ضبيعة الكتبي من يقدم لنا شاهين. وهنالك ايضا الوصول مشاهدينا متابعينا الكرام مطفي عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي بدا يتقدم في هذه اللحظات. وهنالك المركز العاشر مع ادهم نايف بن عايض بن مطر الكتبي من يقدم لنا ادهم على مستوى المركز العاشر. هكذا هي النتيجه للعشره المراكز الاولى. العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى شعار كل برطماني. هنالك من يتواجد مشاهدينا متابعينا الكرام. وهنالك أيضا يتواجد العابر حميد بن عبيد بن علي
الدرعي من يقدم لنا العابر العابر من ينطلق على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط المركز الثاني الوصول والانطلاق مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في هذه اللحظات مع تواجد شاهين مساعد بن سويد بن قران المنصوري من يقدم لنا انطلاقة شاهين بينما التسلل في هذه اللحظات مع مستحيل القادم بشعار محمد بن سالم بن حبروت الاكتبي من يقدم لنا مستحيل ومن الجانب الأيمن مشاهدينا متابعينا الكرام ادهم نايف بن عايد بن مطر الاكتبي من يقدم لنا انطلاقة ادهم وايضا الوصول والانطلاق مع ابو شاق للسيد محمد بن علي بن حمد بن سيف الدرع قادم في هذه اللحظات وهنالك سمهوي للسيد عوض بن مبارك بن سعيد المهيري بدأ يتقدم في هذه اللحظات وايضا الوصول مشاهدينا متابعينا الكرام البرج للسيد شامس بن رغش بن طبازه بن الدوده العامري من يقدم لنا انطلاقه البرج ولكن العوده للمقدمه العوده الى الصداره الى الانطلاق الاول الى التحديات الاولى مشاهدينا متابعينا الكرام بشار للسيد سعيد بن محمد بن حبه العامري من يقدم لنا بشار على المركز الأول ولكن من الجانب الأيمن نتابع الوصول والانطلاق الفارس سلطان بن خليفة بن زاهرة الخيالي وصل بن زاهرة لينطلق بهذه التحديات المميزة وبهذا الأداء الكبير وشعار بن زاهرة من يسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط بينما المركز الثاني أبو شاق القادم للسيد محمد بن علي بن حمد بن سيف الدرعي والمركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام سياف سهيل بن سعيد بن ذويب العامري ولكن القادم هنالك بشعر هلال بن محمد بن حمد الوهيمي من يقدم لنا مذخور 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 والامتار الاخيره بن زاهره والوهيبي والوهيبي وهنالك قادم بهذه التحديات هلال بن محمد الوهيبي الوهيبي تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار يا الوهيبي على الفوز مذخور هلال بن محمد بن احمد الوهيبي تهانينا والناموس المركز الثاني وصل مشاهدينا متابعينا الكرام ابو شاق للسيد محمد بن علي بن حمد بن سيف الدرعي والمركز الثالث كان الوصول مع الفارس سلطان بن خليفه بن زاهره الخيالي والمركز الرابع المركز الرابع مشاهدينا ومتابعينا الكرام وصل على المركز الرابع سياف سهيل بن سعيد بن ذويب العامري وخامسا وصل على المركز الخامس غيث للسيد صلاح بن احمد بن غريب هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام التوقيت الافضل تهانينا والناموس لك يا مالك مذخور في توقيت زمني 5:56 وجزءا واحدا من الثانيه هو توقيت مذخور وسلام يا السلطنه سلام على هذا الاداء الكبير هلال بن محمد بن احمد الوهيبي تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني كان التوقيت الزمني 5:56 7 أجزاء من الثانية هو توقيت أبو شاق للسيد محمد بن علي بن حمد بن سيف الدرعي بينما المركز الثالث شعار بن زاهرة مشاهدينا متابعينا الكرام الفارس سلطان بن خليفة بن زاهرة الخيالي 5:57 وجزءا واحدا من الثانية بينما المركز الرابع وصل على رابع التحديات والانطلاقات كان سياف للسيد سهيل بن سعيد بن ذويب العامري بتوقيت 5:57 و6 أجزاء من الثاني والمركز الخامس غيث للسيد صلاح بن احمد بن غريب والتوقيت الزمني لحظه وصوله مع المركز الخامس مشاهدينا ومتابعينا الكرام 6 دقائق بدون ثواني و3 أجزاء من الثانيه تهانينا والناموس.